اهلا بكم، بنكمل السلسله بتاعه توافق الابراج. بناخد في كل حلقه برج كده وبناخد توافقه مع كل الابراج سريعا. في البدايه الطلب الوحيد والاساسي، دوسوا لايك عشان كلنا نتجمع مع بعض كده ونشارك الاراء ونشارك بعض ويبقى في تالف كده وتقارب يعني. وعشان بتسالوني، في بعض منكم بيسالني بعد كده انت قلت هعمل حلقه وما عملتش، فاللايك بيوصل الاشعار لكل الناس فكلنا بنشوف الحلقه يعني. والجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك ويضغط على الجرس ويختار الكل عشان الإشعارات كلها توصل له. وتابعوني على الانستجرام، ثبته في أول تعليق، وتعالوا بينا نبتدي. الطور والحمل. الطور مع برج الحمل أيا كانت الأطراف زي اللي احنا قلناه كده في الحلقة اللي فاتت، هي نفس الفكرة. الطور ده تراب والحمل ده نار. التراب بيطفي النار، بيطفي البريق او التوهج بتاع النار، والكلام ده زي ما احنا قلنا مش هيرضي ابدا برج الحمل المعتز ببريقه، المعتز ببريقه، رجل او امرأة من الابراج اللي معتزة ومعتزها ببريقة. او يعني ازاي الكلام ده؟ يعني برج الطور هيحاول ان هو يفرض حاجات على شخصية ونفسية برج الحمل ما تنفعش عند برج الحمل. دي مال من زمان، هو وصل 20 أو 30 سنة وهو متعود ان ما يعملهاش، فما تجيش انت ترتبط بيه او تصادقه او تصاحبه وعايز ان انت تلزمه بيها، استحالة ده يكون. طبعا احنا في التوافق بنركز على النقاط عشان نستفيد، لو احنا مرتبطين بالبرج ده نعرف نقاط الخلاف اللي ممكن لا قدر الله ما تخليش التوافق عالي فين، بنحط ايدنا على المشكلة، ومادام حطينا ايدنا عليها هنقدر ان احنا نعالجها. وده الهدف من سلسلة حلقات التوافق اللي ان شاء الله هنعملها لكل الابراج مادام طلبتوها وعايزينها بالشكل ده. فهي هنا المشكلة، خلي بالكم. برج الثور متحفظ زي ما احنا قلنا، الحمل عايز يمشي بدماغه ويبقى زي ما احنا بنقول رئيس جمهورية نفسه. هل الثور، برج الثور هنا يتقبل الامر ده؟ لو يقدر ان هو يتقبل برج الحمل بالشكل ده خلاص الدنيا تمشي، مش هيقدر يبقى هتوصل انت وهو لحتة سد. فانا بحذرك من البداية. تعالوا بقى نشوف برج الثور مع نفسه، مع برج الثور. يلتقوا ويتوافقوا، ولكن هنركز على المشكلة وعايزين نحط ايدنا عليها. العلاقة دي على المدى الطويل شوية هتصاب بالملل، هتصاب بالملل، لان الاتنين رتم حياة بطيء، بطيء جدا، الاتنين كاتمين جدا، مفيش حد فيهم بتاع فضفضة وحكي اوي الا في اوقات معينة. الاتنين يعني بيحبوا الانطواء الى حد ما، الى حد ما ده قصدي يعني، او في حالات كده كتيرة من حياتهم. الكلام ده بيخلي ملل في العلاقة شوية، عارفين اللي هما يعني مفيش حد فيهم بيحاول يفتح التاني، مفيش حد فيهم بيحاول ان هو يفتح كلام ويفتح مواضيع، يقول للتاني مالك، يحكي لي ايه اللي جواك، لا هو ده عايز ده اللي يجي يحكي له وده عايز ده هو اللي يجي يحكي له. اذا بتلاقي النقاط دي ممكن تصيب العلاقة بالملل الى حد ما. ولكن التوافق بشكل عام مش وحش، مش عايزكم يعني تقلقوا، التوافق كويس وفي حاجات كتير قوي بتجمع البرجين دول، في حاجات كتير هما الاتنين بيلاقوا نفسهم شبه بعض فيها وبنسبة كبيرة قوي. ولكن احنا في الحلقة دي بنقول لك على المشكلة عشان تعالجها، عشان تعلي التوافق ده وتبعد خالص ان العلاقة بتاعتك تكون متوترة. ثور مع جوزاء، هوا مع تراب، هوا مع تراب. انا مش هتكلم، انتوا تخيلوا لو في تراب وجي عليه هوا ايه اللي بيحصل؟ اكتبوا لي في التعليقات، والله ما قايل، اكتبوا لي انتوا في التعليقات واللي هلاقي جاوب صح هدي له قلب واقول له انت كده بس. فالعلاقه صعبه يعني، انا ما ينفعش ان انا اتكلم وانافق في الكلام واقول لك ان العلاقه، لا الطباع مختلفه، لا الاتنين مع بعض هيعملوا مشكله يعني. ده متحفظ اشد الابراج تحفظا هو الطور ده، واكتر الابراج تقريبا تحفظ يعني تحررا، تحررا هو الجوزاء. فواحد شرقي والتاني غربي يلتقوا مع بعض ازاي؟ الا لو هنتقبل طباع بعض بقى، والموضوع ده ما هواش سهل، هنتقبل طباع بعض وهنشتغل على نفسنا عشان عايزين نكمل. هو ده الحل الوحيد عشان الكابل ده او التوافق او الاتنين دول يكملوا مع بعض. ثور مع برج السرطان، هما يلتقوا، التوافق منه بينهم نقدر نقول عليه كويس. بس يا برج الثور، لما تيجي تنتقد شوية برج السرطان راعي ان هو برج المشاعر عنده عالية قوي، خلي بالك شوية. مشكلة برج الثور ان هو ما بيقدرش او بيعجز في احيان كثيرة
انه يلبي لبرج السرطان اللي هو محتاجه في العاطفة بتاعته. العاطفة غذاء رئيسي بيتغذى عليه برج السرطان في حياته اليومية. ما ينفعش ابدا ترتبط ببرج السرطان وتقول العاطفة دي مش مهم، ما دام معانا فلوس، ما دام هنبقى عايشين مبسوطين، ما دام مش عارف ايه كويس. لا، العاطفة دي من اهم الاشياء اللي انت لازم تخلي بالك منها. واحيانا برج الترب ما بيعرفش يهتم قوي ببرج السرطان، وبرج السرطان عايز اهتمام كبير قوي. واحيانا برج الثور ما بيعرفش ان هو يحتوي البرج ده، وبرج السرطان عايز كده. وعلى فكرة برج السرطان على الرغم اللي انت بتشوفه هادي ممكن وملوش في الكلام قوي، بس لما بيرتبط بحد بيبقى عايز يتكلم كتير، وبيبقى عايز الحد ده يسمع منه، ودي ما بيلاقيهاش قوي في برج الثور. ومن هنا هي دي نقاط الخلاف بين البرجين دول. فنخلي بن ولكن بشكل عام التوافق يمشي، التوافق بشكل عام يمشي. مية مع تراب، لا ده تعمل تطلع زرع زي الفل، مفيش مشكلة يعني. ولكن عشان التوافق يبقى أكثر يعني توافقا، ونقدر إن احنا نكون أكثر استقرارا بالعلاقة ونحافظ عليها، نخلي بالنا من النقاط اللي احنا بنتكلم عنها دي. الثور مع برج الأسد الناري تقريبا نفس مشكلة الثور مع برج الحمل. يعني اللي بيعمله برج الثور مع الحمل هو تقريبا اللي بيعمله مع برج الأسد. الأسد والحمل مش هيستحملوا طريقة برج الثور، وبرج الثور عادة ما يعجبوش طريقة برج الأسد وبرج الحمل. نفس اللي احنا قلناه تقريبا عن برج الحمل، هي دي النقاط اللي احنا نخلي بالنا منها اللي ممكن تبوظ التوافق بين البرجين ده. يعني هو برج الثور عنيد والاسد اعند منه، هو برج الثور عنده حب امتلاك والاسد ايضا عنده حب امتلاك، هو برج الثور ما بيزوقش الكلام واحنا قلناها كتير، ملوش ما بيحبش يزوق في حتة الكلام دي، والاسد لا عايز سياسة، عايز تختار كلامك معاه وانت بتكلمه. فمن هنا تأتي نقاط الخلاف. دي الحاجات اللي احنا عايزين نوضحها بين البرجين دول. تور مع برج العذراء، مش عايز اقول لكم ممكن في البداية يحصل بينهم انجذاب قوي اوي البرجين دول، بس في التعارف ممكن العملية تطول، تاخد سنوات يعني، بل قرون او عقود يعني، ممكن تاخد قرون على ما يتعرفوا على بعض. لو حصل برج التور وبرج العذراء يعني بينجذبوا لبعض، ولكن العلاقة دي مع طولها يعني كل ما يمتد الوقت فيها كل ما هم ينجذبوا ويتعلقوا ببعض اكتر. حاجات كتير قوي بتجمعهم، ومن انجح العلاقات عامة اتفقنا ام اختلفنا هي علاقة البرجين دول ايا كانت الاطراف. هم دول اللي نقدر نقول عليهم يعني في كل الابراج اللي ذكرناها لحد دلوقتي مع برج الثور، ده اللي بيكمل برج الثور. العذراء ده اللي بيفهم برج الثور، ده اللي بيريح برج الثور. العذراء لما بيحب برج الثور بيسمح له ان هو يمتلكه، بيسمح له ان هو يعني وبيستحمله. العذراء من اكتر الابراج ان لم يكن اكثرها اللي تقدر تستحمل شخصية برج الثور التقيلة اوي دي. بس عايز اقول لكم حاجة، الاتنين دول هيهروا بعض انتقاد، عارفين الانتقاد على العذراء ما بيعجبوش الحال المايل، يعني برج العذراء ما بيعرفش يسكت، والطور نفس الكلام، وان كان العذراء اشد فالاتنين بقى هيهروا بعض انتقاد، هيهروا بعض انتقاد وممكن يتعصبوا على بعض، بس بعد كده هما الاتنين ابراج عقلانية يقعدوا مع بعض، لان تقريبا هيلاقوا وجهة نظر الطرف الاخر في الانتقاد صحيحة، يقعد مع نفسه يقول اه والله هو كان معاه حق، لا فعلا لازم ان انا افكر واعيد التفكير في النقطة دي، لا انا فعلا ما كانش ينفع ان انا اعمل كده. ومن هنا يبدأوا يتأقلموا على طباع بعض، ويبدأوا ان هم بقى يعني يتعودوا على بعض. دايما بقول لكل قاعدة في الدنيا استثناء، ولكن ده اللي بينطبق على اغلب مواليد البرج ده. اي قاعدة حتى مش في علم الابراج او علم الفلك تلاقي فيها استثناء، ولكن اكتر من 90 95% من المرتبطين بالابراج اللي بنذكرها دي تلاقي الحال اللي احنا بنتكلم عنه ده. تعال نشوف بقى برج الثور والميزان. إن كان برج الثور هنا مع برج الميزان العلاقة دي نفسها طويل شوية عن برج الثور مع برج نشوف بقى برج الثور والميزان. إن كان برج الثور هنا مع برج الميزان العلاقة دي نفسها طويل شوية عن برج الثور مع برج الجوزاء. الميزان يعني عنده من الذكاء شوية ومن الصبر، وبيقدر يصبر شوية عن برج الجوزاء.
اللي يقدر بيه ان هو يعني يمشي الامور شويه مع برج الثور. الجوزاء سريعا بيهب مع برج الثور، سريعا بيعمل الزعابيب بتاعته مع برج الثور، انما الميزان العلاقه هنا ممكن يكون نفسها اطول، العلاقه هنا ممكن يكون. وعلى فكره برج الثور ممكن جدا ينجذب في البدايه لبرج الميزان، هو برج الميزان جذاب والجاذبيه بتاعته عاليه جدا لدرجه ان هي اصلا ممكن تجذب كل الابراج، ولكن برج الثور من الابراج. يعني احنا لو بنقول مين فيهم ينجذب للتاني الاول، لا الثور اللي ينجذب في اغلب الاحيان لبرج الميزان الاول، ولكن بعد كده لو برج الميزان ما تخلاش عن بعض الثوابت اللي في شخصيته ايضا هيبقى في صدام كبير مع برج الثور. يعني الميزان متحرر برضه، هو برج هوائي فلازم يكون متحرر، والثور متحفظ وبيحب يمتلك برضه الطرف الاخر، ولكن الميزان عنده حتة الذكاء شوية لو شغلها، لو بيحب بقى برج الثور وعايز يحافظ عليه وشغل حتة الذكاء اللي عنده دي، مش عايز اقول يضحك على برج الثور بس ممكن يمشي الامور، اصل هو سياسي يعرف يسيس الدنيا يعني. فنصيحتي ليه او انصحه ان هو يشتغل على الحتة. برج الثور مع برج العقرب انا شايفها علاقة يعني مش وحشة، مش شايف ان العلاقة دي وحشة. إيه لو فرضنا ان الرجل هو برج الثور والانثى هي العقرب، انا شايف ان العلاقة دي من انجح العلاقات تقريبا اللي احنا ممكن نتكلم على. ست العقرب فاهمة، فاهمة قوي يعني، عندها من الذكاء والانوثة والقدرة على استخدام انوثتها دي اللي تقدر ان هي تحط رجل الثور ده في جيبها، تلفه كده وتحطه في جيبها، ده لما تكون عايزة ان هي تعمل كده، فتقدر ان هي تنجح قوي بالعلاقة دي. وعلى العكس لو احنا بنقول ان المرأة هي الثور والرجل هو العقرب، ايضا العلاقة دي بتلاقي فيها نوع من انواع الانجذاب، الاتنين دول بينجذبوا قوي لبعض، اصل هما الاتنين دماغ، يعني البرجين دول دماغ ولا سيما العقرب، فالثور ينجذب قوي لعقلية برج العقرب التقيلة الغامضة الهادية، وايضا برج العقرب يعجبه في البداية كمان برج الثور وينجذب ليه، التقيل اللي ما بتكلمش كتير ده اللي هو مع نفسه ده، فتلاقيهم بيلتقوا في النقطة. فالعلاقة بشكل عام ما فيهاش تفاصيل كتير ممكن نتكلم فيه، اللهم إلا العند، بس العند يخلي بالهم منه شوية، ما عدا ذلك تلاقي الدنيا بينهم يعني ماشية وكويسة، فيحاولوا ان هم يحافظوا على العلاقة اللي بينهم. اما برج الثور مع برج القوس فالالتقاء صعب، او التوافق بشكل عام صعب. ما نضحكش على نفسنا، هتبذل مجهود من البداية، يعني هي الهدف من الحلقات اللي زي دي حاجة واحدة، انت يعني الاول تعرف الشخص اللي انت هترتبط معاه ايه المشاكل اللي ممكن تواجهكم. لما احنا بننورك يعني احنا بنديك كده الخطوات والنصايح والخطوط العريضة اللي احنا عارفين ان هي ثوابت في شخصية كل برج ما بيقدرش ان هو يتخلى عنها. انت ادرى واحد بنفسك، يعني اكتر واحد فاهم نفسك، شايف ان انت هتقدر تتعامل مع النقاط دي والسلبيات دي وتتغلب عليها، وعندك قابلية، اهم حاجة يكون عندك قابلية لكده، خلص الموضوع وانتهى الدور. واقول لك كمل، انت من البداية عارف نفسك وشايف نفسك مش هتقدر تعمل حاجة زي كده، يبقى من البداية عشان ما تتعش حياتك وتدخل في علاقة انت مش هتقدر ان انت تتعامل فيها او تتعامل معها، بس هو ده الهدف. فالقوس ايضا العلاقة صعبة، القوس الثور بيشوف القوس مجنون، ده من وجهة نظره، برج الثور بيشوف برج القوس مجنون، هو شايفه كده، والقوس بيشوف يعني، لا الثور بقى اللي بيشوف القوس مجنون، والقوس بيشوف برج الثور خنيق، هو ده وجهة نظر كل واحد فيهم للتاني، ومن هنا تبدأ العلاقة تتوطى. الثور رجل او امرأة يشوف القوس رجل او امرأة ان هو مجنون، وبرج القوس رجل او امرأة يشوف برج الثور رجل او امرأة ان هو خنيق، هي دي المشكلة. هل هتقدروا ان انتوا تتقبلوا الصفات اللي في الطرف الاخر؟ ان كان تعالوا بقى نشوف برج الثور مع الجد دي. ويعني من العلاقات ايضا اللي نقدر نقول عليها علاقات ناجحه والاتنين بينجذبوا لبعض، فيها شبه شويه من علاقه برج الثور مع العقرب، هي الثور مع الجدي، ولكن المشكله الازليه اللي دايما بيقع فيها الاتنين دول لما يرتبطوا، او حتى صداقه اخوات اهل زمايل في العمل، احنا مش بنتكلم ارتباط عاطفي بس، احنا بنتكلم توافق بشكل عام، حتى لو الاتنين من نفس
الجنس، يعني لو احنا بنتكلم عن بنت جدي وبنت طور، مش شرط رجل وامرأة، يعني العند أشد الأبراج عندا وأكثرها فتكا حينما يلتقيان، الطور مع برج الجدي. فهنتقبل واحد فينا هيتنازل للتاني؟ عندنا الاستعداد نعمل كده؟ كان به، ما عندناش يبقى نستعد ان العلاقة هتكون فيها مشاكل من وقت لآخر، لأن العلاقة ناجحة، العلاقة بكل المقاييس ناجحة وهتكون مستقرة لأبعد الحدود، من أنجح كمان العلاقات اللي نقدر إن احنا نتكلم عنها. ولكن إذا حصل مشكلة غالبا هيكون سببها النقطة اللي احنا بنتكلم فيها دي، والاتنين يعجبهم تفكير بعض أوي، يتوافقوا مع بعض أوي، ولكل قاعدة استثناءات. في بعض يعني في بعض الحالات بتكون خاصة، ده طبيعي جدا ان تلاقي اتنين وما فيش بينهم توافق، وممكن يكون ظروف تانية بقى، حصل موقف خيانة، حصل موقف كذب، واحد فيهم يعني واخد التاني جواز صالونات او مصاحب التاني عشان مصلحة، حاجات كتير بقى بتبقى امور خارجية. ولكن بشكل عام اللي احنا بنقوله العلاقة دي من العلاقات اللي التوافق بينهم وبين بعض بيكون كويس. تعال بقى نشوف الطور وبرج الدلو الهواء. الثور، برج الثور مع برج الدلو، العلاقة دي يعني فيها شبه شوية من علاقة برج الثور مع برج الميزان. ممكن في البداية كل واحد فيهم يعجب بحتة التقل اللي عند التاني، أو بحتة مثلا الغموض شوية اللي عند التاني، ولكن بتيجي بعد كده المشاكل لما يكتشفوا هي المشكلة الأزلية بتاعت برج الثور مع الأبراج الهوائية كلها، إن هو عايز يمتلكهم وما بيدهمش المساحة اللي هم عايزينها. هي دي المشكلة الرئيسية اللي لو قدر ان هو يتغلب عليها ممكن يمشي. هما مش ابراج عنيدة قوي زي الابراج النارية والترابية، يعني حتة العند مش هتلاقيها في الدور قوي، او مش هتلاقيها في الوش قوي، او مش هتلاقيها سبب رئيسي قوي. ولكن مشكلة البرج ده ان هو عايز يمتلكهم، او ان هو ما بيديهمش المساحة المطلوبة. وان برج الثور برضو زي ما بقول لك كده، يعني احيانا برج الثور الابراج الهوائيه بتحب الكلام وبتحب الاختلاط والناس وتروح وتيجي، الثور مش بتاع الكلام ده. طب انا لو مرتبط بيك او واخدك صديقي، ما انا عايز احكي لك وعايزك تسمع لي وعايزين نتكلم مع بعض ونخرج ونروح ونيجي، مش صح؟ ما انا مصاحبك ليه؟ وما انا مرتبط بيك ليه؟ وما انا مصاحبك ليه؟ ايا كان، فالابراج الهوائيه ما بتلاقيش الكلام ده عند برج الثور. ومن هنا هي دي نقاط الخلاف اللي نخلي بالنا منها. طور مع حوت، انا مش ما اقدرش اقول ان العلاقه دي وحشه، ما اقدرش اقول ان علاقه برج الطور مع علاقه برج الحوت وحشه، ولكن يعني هي علاقه كويسه، هي علاقه كويسه بالمقام الاول. ولكن لو اشتغل برج الطور على نفسه شويه وزود جرعه العاطفه شويه، الدنيا هتبقى زي الفل. هي علاقه كويسه، انا يعني مش عايز اتكلم فيها كتير. الطور مع الحوت ما نقدرش نقول عليها ان هي مش كويسه، ولكن الطور يخلي باله شوية ان برج الحوت محتاج عاطفة باستمرار، دي اول حاجة. تاني حاجة، انت برج الطور يعني ساعات بتنتقد والنقد بتاعك بيكون في الوش زي اللي بيمسك طوبة وبيحدفها. الحوت رقيق الطباع، انت عارف الكلام ده ولا ما انتش عارف؟ ما انت المفروض عارف الكلام ده يا برج الطور. انت ساعات بيبقى عندك نوع من انواع البلادة واللا اهتمام بالطرف الاخر، لان انت عقلاني اكثر منك بتفكر بالعاطفة. مع الحوت لازم تعرف ان انت معاك طرف عاطفي ومن الدرجة الاولى، فلازم تغير سياساتك دي كلها. بس هي دي النقاط اللي احنا يعني كنا حابين نوضحها في توافق برج الثور مع كل الابراج لاخر مرة. دوسوا لايك، خلي الحلقة كل اصدقائنا يشوفوها، ولو في افادة يستفيدوا منها. والناس ان هو يتابعنا على الانستجرام، يتابعنا على الانستجرام، انا مثبت في اول تعليق. ومعلش بقى الحلقة التالتة دي هنخليها بكرة عشان حلقة طويلة وعايزين نديها وقتها كده، وهتوحشوني. اكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي، انتوا عارفين ان انا بقى